مثلا انت بتتكلم مثلا في العاب الهوا، فكره العاب الهوا وازاي قدر النادي الاهلي يستفيد بفكره العاب الهوا. تتخيل مثلا انت عندك اكثر اللاعبين اللي احرزوا الاهداف في العاب الهوا مثلا وليد سليمان 176 سنتي، لكن مع ذلك تميز في احراز 5 اهداف من العاب الهوا من خلال اخر 10 اهداف للنادي الاهلي خلال هذا الموسم. فبالتالي انت بتتكلم عن امكانيات لعيبه، مش امكانيات بس في الكرات العرضيه او الكرات الارضيه، لا كمان فكره التسديد والامتلاك انك تسدد هدف في الكرات العاليه والكرات العرضيه، ده شيء مميز. في ارقام بقول لكم مهمه جدا هنتكلم فيها، لان هيكون معايا بالتاكيد دكتور عمرو عبيد الصحفي في مجله النادي الاهلي وجريده الاتحاد الاماراتيه، لانه عمل احصائيه مهمه جدا في هذه الجزئيه. تميز وليد سليمان، تميز جونيور اجاييه، حمدي فتحي قبل الاصابه كان جايب 2 من كرات عاليه والالعاب الهوائيه، ايضا كمان مروان محسن، وليد ازارو في فتره سابقه. فانت وصلت لمرحله كواليتي جيد جدا لتنفيذ افكار ريني فايلر في المباريات المحليه. ايضا كمان في المباريات الافريقيه قدرت تعمل مباريات كويسه جدا في الفتره الاخيره فيما عدا مباراه بلاتينيوم، ودي الظروف كلها بالتاكيد اتشرحت في الفتره السابقه وريني فايلر اللي اتكلم عليها. لكن عندنا تحدي بقى، مباراه النجم الساحلي، مباراه الهلال السوداني. محتاجين في الفتره الحاليه واحنا بنتكلم على الكواليتي والاحصائيات والارقام، الجمهور، الجمهور يقوم بدوره في الفتره اللي جايه، الدعم والمسانده والتشجيع. وحضور مباراه النجم الساحلي مهم جدا، الجمهور يكون حاضر عشان التشجيع والمسانده للفريق. مباراه صعبه ومهمه، لكن طالما عندك القدره انك تفوز في اي مباراه في البطوله الافريقيه هتقدر تفوز فيها بكل سهوله. ارجع لفكره الاحصائيات والارقام، ومعايا على التليفون دكتور عمرو عبيد الصحفي في مجله الاهلي وجريده الاتحاد الاماراتيه، لان عنده كلام مهم جدا في كواليتي لاعبي النادي الاهلي وبعض الارقام اللي ممكن الجمهور لما يسمعها هيعرف امكانيات وقدرات عدد من اللعيبه ممكن في زحمه المباريات واحداث المباريات ما تاخدش بالها، لكن اللغه الرقميه مهمه جدا لانها بتعبر عن الواقع بشكل جيد جدا. دكتور عمرو مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك اولا. حضرتك والقناه الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا، وعامل احصائيه مهمه جدا وبالتاكيد ده مجله النادي الاهلي بتهتم بهذه الجزئيه في الفترات الاخيره او خلال المباريات اللي فاتت في فكره بقى العاب الهواء، ازاي النادي الاهلي بيستفيد بيها، الكرات العرضيه، الكرات الارضيه، امكانيات عدد من اللعيبه. كلمني كده على هذه الاحصائيات، والاحصائيات اللي معاك بالتاكيد مهم جدا الجمهور يسمعها، لان بعد الانتصارات المتتاليه في ارقام مهمه جدا لازم الجمهور برضو يعرفها وانت بتتكلم على فرقه الاهلي في التوقيت الحالي. اكيد طبعا، هو يعني كانت الاحصائيه كانت حوالين الالعاب الهواء، التسديدات بالراس اكتر، احنا جبنا اخر 10 اهداف كان وليد سليمان هو اكتر لاعب سدد يعني بالراس وجاب جوان بالراس، رغم ان هو يعني المفترض انه مقارنه بباقي اللاعبين ان هو قصير القامه يعني، بس طبعا هي مالهاش علاقه، هي بتعتمد على تمام التمركز، ارتقاء، توجيه الكوره، خبره وليد كمان وتحركه المميز، وطبعا يعني مهارات وليد دي ما فيش خلاف عليها يعني. اكيد طبعا. فهو في اخر 10 اهداف هو مسجل نص الاهداف دي، جايب 5 اهداف. 5 اهداف من اخر 10 مباريات في الدوري، صح كده؟ نعم. 5 اهداف من اخر 10 مباريات في الدوري. 10 اهداف. هو جايب 5 اهداف من اخر 10 اهداف بالهيت في جميع البطولات يعني، الاحصائيه عامه يعني كل الاحصائيه عامه الاهلي تمام في جميع البطولات اخر 10 اهداف بالراس وليد جايب 5 منهم. تمام تمام. الفكره كمان ان هو من اكثر الناس اللي سددت يعني اصلا تسديدات بالراس. تمام مظبوط. طيب فدي حاجه يعني حاجه كويسه كمان، لان هو يعني حضرتك بتتكلم في ان هو وليد سدد 9 كور براسه جاب منهم 5 اهداف، فده معدل كويس جدا يعني اكثر من النص، حوالي 55% كل ما يسدد بدماغه يعني بيجيب من نص عدد التسديدات دي اهداف. تمام. الفكره كمان ان كان حمدي فتحي ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه، هو كان جايب 2 من اخر 10. الفكره كمان في النقطه هنا ان هو جايب 2 من 3 تسديدات فقط، يعني هو بنسبه 66.6%. فدي حاجه، دي مهاره خاصه لحمدي ان هو شاف 3 كور جاب منهم جونين بالهيد. فبتكلم على التسديدات الرئيسيه بالهيد. تمام. تمام. في نقطه ثانيه اصلا تتعلق يعني بتكتك الاهلي عموما. احنا بنتكلم من اول السيزون ده في جميع المباريات، من اول بدايه بطوله افريقيا استمرارا بقى بكاس مصر وكاس السوبر اللي اتلعب و احنا لاعبين ممررين 574 كره عرضيه. ياه 574 كره عرضيه. 574 كره عرضيه بالظبط. احنا جبنا اهداف من 30 كره عرضيه، يعني يعني نسبه النسبه بتاعتها حوالي فعاليه حوالي 5%، ولكن يعني انا طبعا ما اقدرش ساعات بحبش اقارن في اوروبا او كده، لكن مثلا نسبه الفعاليه بتاعت الكرات العرضيه بالنسبه لريال مدريد 4.5%.
وطبعا نسبة الكرات يعني العرضية لريال مدريد 4.5%. دي الارقام والاحصائيات احنا يعني ايه هنخلينا بعيد عن المقارنات الفنيه بالظبط، ده حقيقي. الدوري الاسباني والفرق دي احنا بس بنقول الارقام في حاجه كويسه بتتعمل اكيد. انا الفكره كلها ان 30 هدف من توتال الاهداف اللي احنا سجلناها من اول الموسم بتاع 30 هدف من كره عرضيه ده 46%، يعني قريب جدا من نسبه النص، يعني تقريبا تقريبا نص اهداف الاهلي جت من كرات عرضيه. تمام، دي حاجات مهمة جدا يعني. طبعا كابتن وليد يعني هو تاني هدافين اصلا الاهلي حاليا اصلا في جميع برضو البطولات بعد حسين الشحات، هو جايب 9 اهداف والشحات جايب 11. تمام، بمعنى اللي هو خلال السيزون ده في افريقيا والدوري وكل البطولات جميع البطولات. يعني لعبنا في 4 بطولات، يعني 4 بطولات سوبر طبعا مصر، صح، ولعبنا في كاس، في كاس مصر وكاس مصر. تمام تمام. اتفضل. كنت هسألك على الكرات، لو في تسديدات، لو بتتكلم على كرات بتتلعب مثلا على الارض. لا هو ما هو في توتال تسديدات دي كنا هنتكلم عليها، لان هننقل شويه بقى بعيد عن وليد للسوليه تحديدا. عمرو السوليه. تمام، عمرو طبعا، لان يعني انا عجبني جدا في التقديم اللي حضرتك قلته على فكره ان عمرو من افضل ان لم يكن افضل لاعب في خط الوسط بالفكر اللي هو بوكس تو بوكس مظبوط في مصر حاليا. تمام، الفكره كمان برضو زي ما انت بتقول، ان قلت برضو تقريبا في التقديم، راي الناس ما ينفعش يكون في لاعب بناء على مباراه واحده، ما ينفعش، يعني ده مش تقييم. انت بتقيم لاعب بناء على سيزون كامل 10 او 20 او 50 ماتش ايا كان الرقم، لازم تشوف ادائه كله. وطبيعي جدا في كل العالم ان اللعيبه بتبقى ابس اند داونز، يعني شويه فوق وشويه تحت، ده عادي يعني. ده طبيعي في كل فرق العالم بالظبط، كل لعيب العالم كل لعيب في العالم. تمام تمام. بالنسبه لوليد عمرو السوليه تحديدا، احنا بنتكلم من اول السيزون ده في جميع البطولات هو رابع اكثر لاعب صانع اهداف في الاهلي، يعني احنا عندنا قفشه صانع 8 اهداف في جميع البطولات، الشحات ومعلول واحد صانع 7 اهداف، عمرو صانع 6. رقم جيد لعيب خط وسط كمان. طبعا جدا، لان هو مع عمرو عنده المستين الدفاع والهجوم، بالذات الماتش اللي فات كان باين قوي، رغم ان احنا يعني يمكن انا كنت ده هينزل ان شاء الله في التحليل بتاع المباراه في المجله، كنا مرينا في فترة الضغط بتاعنا قل شوية على المنافس، المنافس بدأ هو اللي يضغط علينا، فاحنا فقدنا فكرة استعادة سكند بول الكرة الثانية. أكيد. فدي اتأثرت شوية بمجرد بعد نزول وليد بفترة وبعد طرد رامي ربيعة، المعدلات بدأت ترتفع جدا. نتيجة بقى أنت حاسس بالخطر طبعا، نتيجة 1-0 لسه بدأت المعدلات ترتفع جدا يعني، فعمر كان باين قوي في الحتة دي، على بنتكلم في الجزء الدفاعي. الجزء الهجومي طبعا الاثنين أسس اللي عملهم كانوا مميزين جدا. والمميز فيهم المفاجأة، بعنصر المفاجأة، يعني التمريرة غير متوقعة. الأولانية كان ممكن يعني كرة كرة الشيخ يوقف الأول مثلا وبعدين يسلم، لا هو مرر على طول. الكروس اللي راح لوليد كان مفاجئ، ما حدش توقعه إن هو هيلعبه من المكان ده. ودي ميزة، دي ميزة مهمة جدا كمان في التمرير. طبعا، لأن عمرو مميز جدا في الحاجات دي، بقول لحضرتك إن هو يعني هو رابع أكثر لاعب صانع أهداف في الأهلي. أكيد. مش محتاج حاجة أكتر من كده. أكيد أكيد. بالنسبة بقى وفي نقطة كمان، هو ثالث أكثر لاعب صانع فرص. مش بتكلم بقى على الاهداف، يعني هو صنع ست اهداف. تمام، كفرصه تمريره فعاله، بيصنع فرصه تمريره حاسمه، هو عامل 15 تمريره من اول الموسم. تمام، اللي اعلى منه قفشه والشحات، كل واحد صنع 23 فرصه. 23 فرصه، فرصه محققه على الهدف، فرصه محققه للتهديف. للتهديف قفشه والشحات رقم واحد، السوليه رقم اثنين ب 15 تمريره فعاله. في نقطة كمان تخص السولية، ان هو برضو ثالث أكتر لاعب سدد على المرمى من خارج المنطقة. تمام، طبعا احنا بنلعب فرق بتدافع، في تكتل دفاعي، في يعني متاريس زي ما بيسموها دفاعية. أكيد في الدوري طبعا. واحنا لاحظنا ده مع فايلر من أول ما جه، إنه بيتكلم على يسدد من بره. كإحصائية عمرو هو الثاني بعد قفشة، قفشة أكتر واحد شايف من خارج المنطقة 20 تسديدة، السولية 15. طيب دكتور عمرو، اخر حاجه عشان اختم معاك المكالمه، من مجمل ارقامك، لا شغل ريني فايلر واضح جدا على ارض الواقع في المباريات في الملاعب، يعني واضح جدا في الماتشات. حقيقة. الاضافات دي كلها ما بتجيش الا بقى من خلال شغل مدير فني في الملعب، فبالتالي بيتحقق ده على ارض الواقع بنتائج وبارقام، سواء على المستوى الفردي لبعض اللعيبه او مستوى النتائج اجمالا في المباريات المحليه، وان شاء الله ده يكون ليه تاثير بقى في المباريات الافريقيه اللي جايه. تمام، باذن الله. طبعا كلامك سليم جدا، وان شاء الله يعني باذن الله يكون اداء الاهلي كمان في افريقيا تحديدا ان شاء الله يكون افضل من اللي فات، وباذن الله
يعني نكمل لغايه الاخر ونستعيد بقى البطوله اللي وحشتنا كلنا ان شاء الله. باذن الله. دكتور عمرو عبيد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وكل هذه الارقام بالتاكيد، لان احصائيات توقيتها مهم جدا.